نصف خير في خان يونس، اساس ان مدينه خان يونس هي امنه، واساس ان كل الناس تيجي على خان يونس سواء الشمال واهل غزه يجوا على خان يونس كهي منطقه امنه. لكن للاسف يعني الليله كانت يو اللي اصعب ليله شفناها في خان يونس. طلعونا من غزة قالوا خان يونس يعني منطقة آمنة. الآن فيش منطقة آمنة في غزة، يعني القصف الليلة في خان يونس مختلف عن كل ليلة يعني، والحمد لله رب العالمين هينا قاعدين.